هاي بنات، كيفكم؟ بصراحة فيديو اليوم كان المفروض شارككم بس الغداء والطبخة اللي بدي حضرها، بس كنت فايقة بكير وما لقيت حالي غير عم صور لكم، وهيك كان عندي نشاط كتير كبير. شاركت معكم كتير كتير قصص، وأنا عم أمنتج الفيديو انصدمت قديه مصورة أفكار وأشياء. فإن شاء الله يعجبكم الفيديو وتنبسطوا فيه، ويلا جيبوا كاسة القهوة، بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. صباح الخير حبايبي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم فايقة الصبح وكتير كتير متنشطة، وحاسة بطاقة كتير قوية إنه فيني أعمل كتير كتير قصص. فمن أول ما فقت قلت بدي ضبها لهي المرجوحة تبع بيرلا، لأنه بيرلا ما عاد قعدت فيها، ويعني كل ما بقعدها فيها بتبكي، خلص صايرة بدها بس تقعد معنا ومع أختها وهيك. فقلت خلص كتير أخدة محل بغرفة القعدة ولازم ضبها. فهلا وانتو عم تحضروا الفيديو للاخير رح تكتشفوا انه بالاخير فشلت خطتي، لانه كان المفروض يجي حسام يحطها بالمستودع، فلبين ما اجا رجعت لزمتني وشكلي ما رح ضبها هالفترة مع انه كتير قليل عم استخدمها. بصراحة يا جماعة أنا بستغرب من الناس اللي بيتعاملوا مع البيبي كأنه مخلوق، إنه ما بيفهم شيء وإنه بس بده أكل وشرب. والله أنا بعتبر البيبي لو عمره يوم واحد بيفهم عليكم، يعني هلأ إذا بتقعدوا بتحفظوهم بتقولوا إنه لا ما عم يحفظوا، ما عم يفهموا علينا، بس هذا كله عم يتخزن بمخهم، وبعدين بس يكبروا حتلاقوا الفرق، وحتلاقوا كيف كل شيء زرعتوه فيهم حيتحول لذكاء. فأنا كتير بنصحكم إنه تقضوا وقت مع البيبي أهم من إنه بس تطعموه وتشربوه. امبارح لقيت بالسوق سفرجل، وهذا الشيء هذا النوع من الفواكه قليلا نلاقيه هون بهولندا، بس بالمحلات التركيه والعربيه. فقلت اليوم بدي اعمل سفرجليه، وقلت لحسام يعزم اخوه، هو عايش هون جنبنا وكثير يعني بنتغدى مع بعض نحن وهو، بس بما انه اليوم غدا حلبي اصلي قلت لازم صور لكم اياه، خاصه انه انا كل ما بعمل سفرجليه على الانستغرام بتبعتوا لي انه كيف هيك هذا نوع فواكه، كيف عم تطبخي؟ يعني ما عم تتخيلوا الموضوع. فقلت لازم صور لكم اليوم فيديو لحتى تشوفوا قديه هي أكلة طيبة وبتشهي، فبنعملها بالأعياد وبالمناسبة. يو ما بتخليني أحكي، صلي ساعة بعيد هاي الجملة. شوفوا قاعدة وراي كل شوي هيك متعلمة إنه تصيح جديد، فكتير كتير صايرة عم بتحب تصيح. لي شو عم تعطي أنتِ؟ شو عم تاكلي هاي لميلة؟ والله ما تشوفها أختك ميلة لتفضحنا. ساعطونا رأيكم بهالستايل الجديد اللي عملته بيرلا. اليوم ربطت لها شعرها لأنه بلش يطول كتير، وما بعرف إذا بقصه ولا بتركه على حاله، يعني حاليا ماني مشتية أقص لها إياه بصراحة. المهم يا جماعة، مثل ما شفتوا بأول الفيديو ضبيت لها هي المرجوحة اللي بتقعد فيها، مع إنه كتار منكم بيسألوني عليها. بصراحة هي كتير شالت عني كتف، هي شوفوها هي وراي، كتير شالت عني كتف أول ما ولدت بيرلا، كتير كانت تقعد فيها، بس من جديد ما عاد قبلت، قلت خلص لازم طبها وشيلها من الطريق. شوفوا قديه فضي محلها، عن جد فضت الغرفة. كنا جاهزين ناكل. جاتي؟ انا دوما مبلش لها لبيرلا بالفواكه، لبيرلا وميلا فواكه، يعني بحسها بتفتح الشهيه، وغالبا الاطفال بيتقبلوها اول ما بفيقوا. حضلت لها هيك حزوز ذرة ورشيت عليهم بذور الشيا، شوفوا هدول هنن. هلا بذور الشيا كتار ناس بيقولوا انه لازم تنقعوهم، انا بصراحه ما نقعتهم لانه كميه كتير صغيره، والهدف منهم انه يقدر يمسكهم البيبي، يعني هنن هيك منشان نعطي تكستشر للفواكه مشان يقدر يمسكهم وما يزحطوا من ايده. كتير مفيدين طبعا، فيهم اوميجا 3، فيهم الياف. دوما هيك بدها تسبقني وتاخذ الاكل من ايدي. بورط حالي وبنسى انه عندي هذا الصحن، هلا رجعت قلبت لها اياهم عليه. هذا الصحن شوفوا له قاعده هيك، هاي القاعده بتلزق بالكرسي وما بتخلي الاكل يوقع، قد ايه ثابت، قد ما لعب فيه البيبي ما بينقلع من محله.
وهلأ طلعت بيرلا تنام قيلولة الظهر، فقلت بدي شارك معكم وصفة قهوة جديدة واللي هي الفرابي. هو مشروب يوناني كتير كتير مشهور باليونان، وهون حتى بهولندا نحن بنطلبه من ماكدونالدز وهيك، يعني بظن أكيد بتعرفوه موجود بأغلب المطاعم. وهاي الوصفة بتختلف عن اللي شاركتهم معكم من قبل، إنه هي بتكون باردة يعني بتنعمل مع تلج وهيك، فكنت كتير مشتهية عليها وحابة أعملها. فأول شي بتعملوه بتضيفوا معلقتين قهوة وفوقهم معلقة سكر، وبتبلشوا تخفقوهم بهذا الفروثر اسمه، فهو بيعمل هيك رغوة للقهوة وكتير كتير بتطلع طيبة فيه. بعد ما نخلص منبلش نضيف التلج، وبعدها منضيف الحليب، وعن جد طعمه ولا أروع، كتير كتير طيب، اشتهيتكم فيه، لازم تجربوه. وهو يعني بينفع للصيف أكتر، بس أنا ما بعرف كنت كتير بشتهي عشي بارد. وهلأ بدي أطلب منكم طلب، بدي كل حدا عم يحضر فيديوهاتي ومو مشترك بالقناة ينزل يشترك، لأنه اليوتيوب عم بيطلع لي الإحصائيات إنه نسبة كتير كبيرة منكم مو مشتركين، فاللي عم يشوفني لأول مرة اشتركوا بالقناة وعملوا لايك للفيديو حتى تفرحوني وتخلوني دوما استمر بالفيديوهات. هلأ عندي هاي الفروة اللي بحطها على الصوفاية، شوفوا كيف الشعر تبعها صاير كتير هيك مبين، صارت قديمة. فشفت الطريقة على النت، حابة هلأ جربها معكم، قال بترجع جديدة هيك قال، فخلونا هلأ نجرب. هلأ الطريقة اللي شفتها بتقول انه مجرد ما تجيبوا السشوار وتحطوه على حرارة عالية على الفروة انه بيبلش انه لحاله يفرد الفرو ويرجع جديد، بس انا ما نجحت معي من اول مرة، فجبت المشط، مع المشط مشي الحال، يعني لازم بعد ما تعرضوه لحرارة تبلشوا تمشطوه وهيك بيرجع جديد ومثل اول. عن جد النتيجة كانت رهيبة. واو عن جد نجحت الطريقة، شوفوا قدي طلع ناعم، رجع مثل ما كان جديد أول ما اشتريته. فكرة أنا عملت نصين، لحظة لحتى ورجيكم الفرق بين قبل وبعد. شوفوا هذا اللي أنا سويته وهذا اللي قبل، شوفوا الفرق، هذا رجع جديد وهذا لسه هيك شكله قديم ومخصل. شكلي اليوم انا فايقه بكير ولا كانه عندي طبخه، قاعده عم ورجيكم قصص واختراعات وهيك. فقبل ما بلش بالطبخه لسه عندي وقت، هو يعني حابه احكي لكم على هالاختراع، اسمها ديشماتيك، المفروض هي للجلي بس انا ما عجبتني للجلي ابدا ابدا، حابه ورجيكم بشو عم استخدمها. اوكي سو هي صايره مثل اسفنجه للجلي، بس اللي بتفرق عن الاسفنجه العاديه انه في لها هون هذا الغطاء، اذا شلتوه فيكم تعبوا فيه سائل الجلي وهيك ما بتضطروا كل شوي ترجعوا تروحوا وتحطوا سائل جلي على الليفه وهيك، هي كل الفكره منها. بس انا حسيتها كتير صعب الجلي فيها، يعني ما قدرت استخدمها. انا لقيت لها استخدام تاني هلا رح قلكم عليه. هون كنت جايبه معها نوعين تانيين منشان بدل الراس، واحد منهم سوفت وواحد منهم خشن، والطريقه اللي حبيت استخدمها فيها انه صرت استخدمها لما بدي ليف سطح او شباك، لانه هيك ما بضطر كل شوي روح احط لها سائل جلي، لحالها هي بتفرز سائل وهيك بمسح المكان اللي بدي امسحه سحبه وحده بدون ما اوقف، فكتير كتير عجبتني لهالقصه.
وهلأ جينا على طبختنا الجميلة. على فكرة يا جماعة، يمكن مو بكل سوريا بيعملوها لهي الطبخة، بظن بس بمحافظتي بحلب، لأنه باقي المحافظات بيستغربوا إنه بنطبخ السفرجل، فلذلك متوقعة إنه أنتم كمان حتتفاجئوا بهالشي. بس يعني نصيحة نصيحة، لازم تجربوها، كتير كتير طيبة، وهي ما صعبة سهلة، بس صعوبتها بالصوص تبعها، يعني الحمض، لازم الحمض كتير تركزوه بطريقة حلوة لحتى هيك يطلع طيب وحامض. فهون كنت عم أقطع السفرجل، هو شوي تقطيعه صعب، بيعذبني دوما يعني، ولازم بعد ما تقطعوه تنقعوه بمي باردة لحتى ما يسود، لأنه لبين ما نطبخ ونخلص بيكون سود، فضروري ضروري تنقعوه بمي باردة. وعلى فكرة هي أساس الأكلة إنه بينعمل بقلبها كبة، بس أنا للأسف ما عندي ماكينة كبة لحد هلأ بهولندا، ولا مرة عملت كبة. إن شاء الله شي يوم رح أتشجع وأعمل، شجعوني. فهي أطيب مع الكبة أكيد، وخاصة يعني بتعرفوا نحن بحلب مشهورين بالكبب وهالقصص. فالمهم هون كنت عم بسلق اللحمة، قبل ما بلش إنه حط لها المطيبات بشيل كل الزفر اللي بيطلع على وشها، وبس شيله ونظف المي تبعها بلش أسلقها مع المطيبات، بحط لها ورق غار، بهار أسود، حسب شو عندي، عود قرفة، يعني أي مطيبات أنتوا عندكم إياها بتستخدموها للسلق. يا فقتي أنتي، فقتي بيرلا، هاي شو اسمها بيرلا، شو اسمها هاي؟ هاي اسمها تفاحة، تفاحة. هون جيت بدي حضر السلطة، فكنت عم بصور لكم هذا الخس، كتير فرحانة عليه، هو والخيار، لأنه هدول بس بيلتقوا بالمحلات العربية والتركية، فأنا كنت عند التركي وجبت السفرجل، وجبت من عنده عدة السلطة كمان. يمكن صورت لكم من قبل، نحن الخيار عنا كتير كبير والخس شكله غير، فهدول هيك حسيتهم أجواء عربية يعني. بعد ما نقعت الخس، انا الورقيات دوما بحب احط لهم نقطه خل بالمي، هاي بتقتل كل الجراثيم. بكتر بحط نقطه صغيره منشان ما يتشربوا الطعمه. شايفين كمية المي اللي طلعت من المصفاي؟ هاي بس فتلتها فتلتين وهيك، عن جد يعني هاي اختراع رهيب. هلأ بضل بفتلها لبين ما الخس ينشف على الأخير، لأنه لما بيكون رطب الخس السلطة ما بتطلع طيب. وهلأ حابة أتعرف عليكم أكتر، بدي منكم تكتبولي من أي بلد عم بتتابعوني، وكمان إذا عم بتحبوا هاي الوصفات السورية اللي عم شارككم إياها، ولا لأ بتحبوني إنه جرب وصفات جديدة تانية. إنه من كم فيديو ماضي سألتكم عن أكلة مشهورة بتاكلوها يوم العطلة ببلدكم، وما شاء الله على كمية التعليقات اللي إجتني، عن جد صرت محتارة بشو بلش، كتير مشتية أجرب أكلاتكم. هلأ جينا على أهم مرحلة بالطبخة، بعد ما خلصت اللحمة واستوت شلتها من المرق تبعها، من مرقة اللحم، وحبلش ضيف الحمض على المرقة. هلأ أنا جبت هذا عصير الليمون، شوفوا هذا أحلى اختراع، بدل ما تقعدوا تعصروا ليمون، هو معصور ليمون وجاهز، ما أنه منضف له أي شيء، يعني عصير ليمون، أنا قصدي رمان وليمون. وهلأ جينا على فقرة الحمض، بعد ما استويت اللحمة طلعتها من المرقة وضفت لها تقريبا كاستين من عصير الرمان، فيكن تعصروا رمان عقيدكن أو هذا العصير اللي أنا جبته، وكمان عصرت ليمونتين، وهون حطيت معلقتين دبس بندورة ومعلقة سكر، ما تسألوني ليش بس هيك الوصفة يعني بيقولوا منشان يفقع الحمض، وبعدها معلقة نعناع يابس، وبعدها بدي حط لها توم، هون هرسته للتوم بهي الآلة، تقريبا 3 سنان توم حطيت، يعني ما كترت كتير.
وهون بنترك المكونات مع بعض على النار بس شوي لحتى هيك يتجانسوا مع بعض. وشوفوا كنت عم ورجيكم اللون لازم يطلع هيك لونه حلو وبرتقالي. هلا في ناس بتحط لها دبس رمان بس انا مو مع هالشي لانه دبس الرمان بغمق اللون، لذلك العصير احسن. وبعد ما غلو شوي نزلت لهم السفرجل واللحمه وبتركهم على النار. السفرجل على فكره ما بيطول ليستوى، ما تتركوه كتير. وهون كنت عم جهز الرز، بناكل جنبه نحن رز بشعيريه، قليت الشعيريه شوي. وبعد ما تتقلى الشعيرية بضف لها الرز وبقلبهم هيك مع بعض ليتحمصوا، وبعدها بضف لهم المي. بستنى المي بس تغلي، بغطي ساعتها الطنجرة وبوطي النار على الأخير. هيك أنا طريقتي بالرز، حبيت ورجيكم إياها. هلا يمكن تتساءلوا انا وين بيت حماي بما انه هيك كتبت بالعنوان. انا من بيت حماي عايش جنبنا، بس ابن حماي يعني اخوه لحسام عايش قريب مننا وكتير منلتقى وبنشوف بعض وهيك. وباقي اهله لحسام متفرقين بكل دول العالم، يعني امه وابوه بسوريا وفي ناس بكندا وفي ناس بالسعوديه. فان شاء الله هيك دعونا نلتقى فيهم عن قريب، وانا التقى باهلي ان شاء الله قريبا. ناويين نسافر على كل هاي الدول ونجتمع فيهم كلهم. ستة جديدية. يلا ميلا اجت من الروضة وكتير جوعانة، يلا هلا احلى سفر جلية لميلا. نلبس المريول؟ يول. كم تقييمك من 10 بسرعة؟ 4.5. لا حرام عليك. لا 10 مليون من 10 ما شاء الله. والله بتجنن عن جد كثير هيك صحيح. تذكرتني مثل ايام سوريا اللي بيعملوها امهاتنا وهيك عن جد كثير كثير. ابو بده يعطينا رايك. والله شيء رائع. شي كم تقييمك من 10؟ والله لا عن جد 100%. هلا نشوف كم صحن ناكل نخلصه. ايه على حسب كم صحن بتخلصوا معناتها حبيتوه، اذا هذا هلا خلص معناتها الامور تمام. بيخلص ما تاكليها ان شاء الله بحفظ الصحن. يلا صحتين وهنا. مع قلبك. الله يعطيك العافية. وبحسام وبميلا. طيبة؟ يلا ذوقي اياه. شوي 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 شوي. صحة وهنا ميلا. يامي 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 ميلا عندها الحركة بتعمل على بطنها. يامي يامي بدي اكل كل الاكل. ماما ايه بلا يا حرام. شوفوا شوفوا هالمسكينة المظلومة هذا بتمدرسة بتتفرج علينا. اقرب لك المرجوحة وهي نازلة على وشك. ايه فرحت انه جيت لعندها. اقرب لك المرجوحة لعنا. يلا تعي قومي. اوكي حبايبي، سو هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا جربتوا الطبخه ما تنسوا تبعتوا لي، لانه كثير ناس بعتوا لي انه ناويين يجربوها وعم يطلبوا كانوا الوصفه، فاول ما تجربوها قولوا لي رايكم فيها. هلا صار لازم نودعكم ونقلكم ونحبكم كثير. باي.